انت كنت تصلحي لي تليفوني ولا انا اصلح لك تليفونك ولا لا بتخربيه؟ وفاء السوس مدينة الدورة فاتح محل أجهزة خلوية من 12 سنة، أم لثلاث أطفال، بنت وولاد اثنين. في الوقت الحالي فيش إلا أنا يعني كملت وفتحت محل الخاص، بس في بنات كتير درسوا يعني بس ما كملوش بهذا المجال، بس أنا كملت. بقبل زباين عادي يعني ستات ورجال نفس الإشي يعني، بس الستات أكتر طبعا لأنه برتاحوا كثير، فكل النسوان بالأغلبية بيجيبوا لي إلهم أجهزتهم. بيجيبوا كل أجهزة نسوانهم، أجهزتهم هم كمان يعني بثقوا في بنت أكتر من شاب، أنا هيك لاحظت البنات. يعني كتير شباب بيجوا بصلحوا عندي، بأمنوش للشباب فبيجيبوه عندي أنا، بعدين أنا بصلح على طول يعني، بصلحه فوري يعني بصلح الجهاز على طول، يعني وأنت عندي بصلح الجهاز أنا وياك على طول بعطيك إياه. بخليهوش لتاني يوم. أول ما بلشت ما كنتش أشوف زباين أصلاً يعني. كان يحكوا إنه العادات والتقاليد لا تسمح إنه بنت تصلح محل بشاب، ما ينفعش، دائماً المهنة هاي للرجال أكتر. يعني البنات ما كانوش مذكورين بالصورة نهائية، بس شوي شوي ومع الوقت لا الناس صار عندها توعي، يعني بدل ما تبعت جهازك وفي صور نسوانك وبناتها لشاب ما تعرفش اصلا شو بيساوي فيه، لا أأمن لك بتروح تبعت عند بنت اقل ما فيها بنت بنت، لو شافت صور مرتك او صور اولادك يعني عادي. وبالاحرى يعني ما بنفتحش اجهزة الناس، يعني الشغل بكون من برا، يعني الاشياء جوا ما بتدخلش، واذا اضطريت بدي افتح على صور بدي اضطر اشي بكون صاحب الجهاز عندي، يعني بفتحش بدون ما يكون موجود، مستحيل. اول ما فتحت المحل يدخل عليك شاب الا كنت صاحب المحل تقول له مش موجود، انا صاحبة المحل، بعطيك ضحكة صفرة وكانه مش متقبل الموضوع نهائي، وبقول لك انت كنت تصلحي لي تليفوني ولا انا اصلح لك تليفونك ولا لا بتخربيه روح. فيش يعني اكثر من حدا يعني يدخل عليه نفس الاشي، فقلت هذا الحكي ما ينفعش معي، في جهاز لافع كل المحلات ما حدش ظبطه، قلت هذا الجهاز خوا بده يظبط، من بعديها ظبطت الامور يعني ظبطت الجهاز. ومن واحد لواحد الناس خلص صارت تعرف اني انا بعرف اصلح يعني هيك. الي كثير زباين يعني، انا اجوني زباين من القدس، في الي زباين من 48 من السبع، في الي زباين من يطا من السامون كل مكان، يعني اليوم الوضع ما بقول لك بيفرق كثير، يعني اليوم صارت الناس تعرف مين وفاء، ان وفاء هاي البنت الوحيده اللي بتصلح الاجهزه الخلويه واللي بتصلح بسرعه، يعني بخليش جهازها لثاني اسبوع ولا لثاني يوم، يعني اليوم فيش حدا بيستغنى عن جهازه، يعني اليوم يدوبك ساعة جهازي كان عطلان وفيش يعني شغلته بسيطة كانت، وأنا أصلا كنت دارس بس لسه ما كنتش ممارس هاي المهنة، فنزلت على محل بحكي له بدي أصلح تليفوني، يعني إفلات باور كان مكسور وكان يعني الأجهزة القديمة كانت على طول يعني صيانتها مش تخليها لتاني يوم ولا لتالت يوم، إلا بحكي لي خليه واتركيه وترجعي له تاني أسبوع، بقول له كيف بدي أتركه تاني أسبوع؟ لهو بحكي لي خليه بده شغل بده أوصل على القطعة ومش عارف إيش، لهو بحكي له انا كلها خمس دقايق يعني بدك تفك فلات وتركب فلات بدالها تركيب لا لحام ولا شيء كمان بس تفك براغ. الا بحكي له ليش انت بتفهم فيهم؟ قلت له انا بفهم فيهم ودارس يعني كنت متخرج لي اسبوع بالضبط. الا بحكي لي طيب ماشي، قلت له اعطيني جهاز، اخذت الجهاز وطلعت. ثاني يوم لفيت في البلد اشتغلت 15 يوم عند محل في هون في دورة وفيش يعني حتى 14 يوم ونص، في نفس اليوم طلعت من عنده استأجرت هذا المحل، خلال اسبوع كنت ساكنته وكنت فاتحه المحل وصلحت تليفوني لحالي، قديش جميلة حدا. وصلت لي اكثر من واحد والله بس لسه ما جاش يعني ما جابوليش او ما ردوليش خبر.